راجل غلبان راح يسحب المعاش بتاعه، اتفاجئ بمبلغ خرافي في حسابه بالغلط. رجع للبنك تاني وقال لهم الفلوس دي مش بتاعتي، وأنا ما بقبلش الحرام أبداً علشان ده رزق أولادي وأكل عيشي. قصة إنسانية بامتياز، بطلها موظف مصري أصيل رفض يقبل على نفسه فلوس مش بتاعته رغم حالته الصعبة علشان يضرب مثل في العفة والأمانة وطهارة الإيد. تعالوا نشوف الحكاية. البداية كانت مع شخص رجع للصورة تاني، وهو عم سعيد، راجل الأمن البسيط اللي كان بيقف في بنك من البنوك المصرية. بيحكي عم سعيد قصة مؤثرة حصلت معاه وكان شاهد عليها من جوه البنك، وبيقول أنا عاوز أقول كلمتين وصعب قوي الناس تصدقها، بس ده اللي حصل قدامي. النهاردة كنت موجود في البنك زي كل يوم وبنظم الناس عشان المرتبات. المفروض إن المعاشات اتقبضت خلاص ولسه الشهر الجديد مجاش، لكن اللي شفته كان غريب بالنسبة لي شوية. لقيت راجل كبير جاي وعاوز يقبض، فقلت له يا حاج القبض لسه منزلش أصلاً والمعاشات هتنزل كمان كام يوم. فقال لي يا ابني أنا بقيلي بتاع 1000 جنيه في المعاشات، بس أنا عاوز أجيبهم من جوه، مش هينفع أسحبهم من المكنة علشان هعمل تحويل 500 جنيه لابن بنتي في الجامعة. وأنا بصراحة بدل ما أقوله يا حاج ما تبعتله من أي كشك حجزتله دور علشان يكون مكانه، وفعلا دخل وخلص. الراجل مشي خلاص، وبعدين لقيته راجع تاني، قلت في عقل بالي أكيد ناسي حاجة. لكن المفاجأة أن الراجل ده لقى فلوس في حسابه بتاع 3 مليون جنيه وشوية. لقيته بيقول لي يا ابني الفلوس دي مش بتاعتي، أنا اللي كان معايا هم 1000 جنيه بتوع المعاش، لكن أنا مش هاخد فلوس مش بتاعتي ولا أعمل حركة مش كويسة مع أي حد. أنا ما كانش ينفع أشوف اللي حصل لي ده وأقبل على نفسي مبلغ بالشكل ده، حتى لو المبلغ ده كان كبير أكيد ربنا ما كانش هيبارك لي لو عملت حاجة بالشكل ده. الحمد لله ربنا رزقني من غير حاجة وما قبلتش حاجة حرام لا على عيالي ولا حتى ببلاش. قصة أمانة عم سعيد قلبت السوشيال ميديا بعد ما رجع 2.5 مليون جنيه للبنك مرة تانية عشان يخرج ويقول اني ما كنتش اعرف ان القصة هتنتشر قوي كده على النت، وانا ما قلتهاش لحد الا واحد صديقي مقرب مني قوي. قلت له على سبيل ان ده موقف غريب، وبعدين قال لي نزله على النت عشان الناس تعرف ان الراجل ده محترم. القصة اثارت الجدل على السوشيال ميديا ما بين تعاطف وانبهار بالموقف وشك في مصداقية الحوار. طب جزا الله خيرا انه راح من نفسه، ما استناش لما هم ييجوا علشان كل بياناته عندهم. الله يبارك له أولاً، لكن كده كده كانوا هيرجعوا بس بمزاجه أحسن من غصب عنه. لسه الدنيا فيها خير بوجود أمثالك من الشرفاء، بارك الله فيك وبارك لك. الخير فيا وفي أمتي، وإذا ضاعت الأمانة انتظروا القيامة، ربنا يبارك فيك. دي كانت بعض التعليقات على القصة اللي قلبت السوشيال ميديا خلال الساعات اللي فاتت.